بوان شو. في البوان شو كما قلنا باش نحكيوا على تسجيل اول حاله وفاه بفيروس كورونا في الجزائر. معنا مباشره من الجزائر رئيس تحرير قناه النهار الجزائريه زميل وليد مهاجري. صباح النور. صباح الخير اسامه حكيري. صباح الخير كل مستمعي برنامج صباح اكسبرس. اهلا وسهلا وليد. وليد، الجزائر سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا قبل تونس، وبقات الوضعية مستقرة خلينا نقوله في الجزائر لمدة، ثم بدأ تسجيل الحالات أخرى بعد تسجيل أول حالة، واليوم نسمع أول حالة وفاة. يظل الجزائر تعدت إلى مرحلة أخرى في مجابهة الوباء هذا. حبينا نعرفوا أول حاجة قديش فما من حالة إصابة بالفيروس هذا في الجزائر لحد الآن. بالفعل زميل أسامة، للأسف الجزائر سجلت أول حالة وفاة لوباء كورونا كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بالبليدة، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة الجزائرية صباح اليوم. أيضا زميلي أسامة، تم تسجيل 5 حالات مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالجزائر، والمتعلقة بثلاث حالات بولاية البليدة، حالة واحدة بولاية تيزي وزو، والأخرى بولاية سوقهرات، ليرتفع عدد الحالات في الجزائر والمؤكدة إلى 24 إصابة مؤكدة. 24 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة وحيدة إلى حد الآن. معدل الأعمار متاع الحالات المصابة بالفيروس وليد؟ هي إذا يمكن إشارة أيضا أستاذ أسامة، إذا ممكن، يوم أمس أيضا 8 أشخاص مصابون بفيروس كورونا كانوا بالحجر الصحي بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة قد تماثلوا للشفاء. ونتائج أيضا تحليلهم أصبحت سلبية، أين أمس تم إخلاء سبيلهم للعودة إلى المنازل، من بينهم رضيع ذو 18 شهر. يعني المصابين المتواجدين في حالة الحجر الصحي أو كانوا متواجدين في حجر الصحي أعمارهم من 18 شهر إلى 67 سنة، وهو عمر حالة الوفاة المتوفية. الحالة معناتها حالة الوفاة كان عمره 68 عام معناتها، وهذا يؤكد المعلومة اللي قاعدة تقولها منظمة الصحة العالمية في أنه الفيروس خلينا نقوله خطورته أشد على الكبار في السن واللي عندهم ممكن أمراض مزمنة أو أمراض في الجهاز التنفسي. حبيت نسأل على مدى التزام اليوم المشتبه في إصابتهم وإلا الحالات المؤكدة بالحجر الصحي في الجزائر، هل أنه الإخوة الجزائريين اللي عندهم حجر صحي ما تقاعدين يلتزموا بالحجر الصحي الذاتي ولا لا؟ ما نعرفش، لأن الوضعية هذه تقريبا مشابهة بين الجزائر وتونس وليد. بالفعل أسامة، اليوم يعني كل يعني وزارة الصحة جهزت الكثير من المستشفيات بمعدات خاصة، وأيضا الحكومة الجزائرية رصدت ميزانية أولية بمبلغ 3.7 مليار دينار جزائري، وهي ربما أول ميزانية تخصص لوباء مثل هكذا مخصص للمصابين بفيروس كورونا، مع تجهيز كل المستشفيات بمصالح خاصة معزولة وهي الحجر الصحي. كل المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه فيهم بإصابتهم بفيروس كورونا متواجدون في أريحية تامة في العزل، أيضا أو الحجر الصحي ببعض مستشفيات الجزائر. هذوما بالنسبة للحالات المصابة. بالنسبة للحالات المشتبه فيها والحجر الصحي الذاتي، هل قاعدين المواطنين الجزائريين الإخوة الجزائريين يلتزموا بالحجر الصحي الذاتي اللي عندهم اشتباه في أنه تكون عندهم إصابة، تحاليلهم مازالت ما خرجتش؟ أكيد. الشيء الجميل الذي أؤكد عليه أستاذ أسامة، أنه الشيء الجميل والممتاز جدا أنه أول حالتين مؤكدتين بإصابة فيروس كورونا كانت امرأة وابنتها، ذهبوا إلى مستشفى بمحض إرادتهم من أجل عمل تحاليل طبية بعدما تلقوا اتصال من فرنسا بأنه أحد المغتربين وهو من عائلتهم أصيب بمرض كورونا وتبينت إصابته المؤكدة هنا في فرنسا، لذلك لجأوا مباشرة وبمحض إرادتهم إلى أول مستشفى بالبليدة لأجل التحاليل، ثم تم وضعهم في الحجر الصحي. يعني اليوم أيضا كل مشتبهين بإصابتهم بفيروس كورونا الحمد لله وعي موجود ما شاء الله، يتوجهون مباشرة إلى أقرب مستشفى من أجل التحاليل الطبية. بالنسبة لحالة خلينا نقولوا المجتمع في الجزائر والإخوة الجزائريين اليوم، هل فما خوف؟ الحياة قاعدة تصير بشكل طبيعي، الناس قاعدة تتجنب التجمعات، لو كان تحكينا على الوضعية وليد في الجزائر كيفاش؟ أكيد. للعلم وللأمانة أنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أصدر قراراً، ولباقي الوزراء
بتعليق كل التجمعات سواء الوطنية أو حتى الدولية. فيه أيضا المعرض الدولي للبيئة قد تم تأجيله. فيه أيضا البطولة الوطنية لكرة القدم قد تم قرار بإجرائها دون جمهور، وإلغاء أي تجمعات سواء ثقافية أو رياضية أو حتى سياسية من أجل تفادي تفشي هذا الوباء. كان فيروس كورونا وزارة الصحة العالمية أبرقت بأنه هذا الفيروس أصبح وباء عالميا وليس فيروس فقط. أيضا إذا تكلمنا عن الشارع الجزائري ونكون صريح معك، لأنه أنا اليوم في لباس صحفي يجب أن أكون صريح، في الشارع الجزائري في ما بين تخوف وما وفي أيضا من يستهزئ بهذا الوباء يقول أنه غير موجود في الجزائر أصلا، وفي من هو متخوف من هذا الوباء مع هذه الأخبار المستجدة يعني من ساعة إلى أخرى. واضح، شكرا لك وليد مهجري زميلنا من رئيس تحرير قناة النهار الجزائرية. هذه دونك تفاصيل تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الجزائر، والوضعية في الجزائر بصفة عامة 24 حالة إصابة مؤكدة، ثم 8 حالات تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، هذا اللي أكده زميلنا وليد المهجري. الجزائر خصت ميزانية ب 3.7 مليار دينار جزائري لمجابهة فيروس كورونا. الوضعية تقريبا في الشارع الجزائري تشبه برشا الوضعية في تونس، بين مستهزة وخلينا نقولوا مستهت بالحكاية حكاية الانتشار الوباء هذايا، وبين شكون اللي ماخذ الموضوع بجدية وقاعد يخفي الاحتياطات اللازمة والوقائية للوقاية من الفيروس. مرة أخرى تحية ليك وشكرا ليك زميلنا الصحفي ورئيس تحرير قناة النهار.